وفي الحقيقة ردة فعل كبيرة بزاف ومفرحة بزاف لحقاش هذا الخبر هذا. في حقا احنا كنا منتظرينه في ان المغرب تبارك الله غادي في واحد زعما المنحنى التصاعدي بواحد الشكل سريع جدا، والحمد لله هادشي كيتجلى في جميع التظاهرات اللي نظمناها، سواء كرة القدم ولا كرة الطائرة ولا كرة الطائرة الشاطئية ولا كأس إفريقيا ديال السيدات ولا بزاف. يعني عندنا واحد تبارك الله واحد الريبرتوار مهم جدا في الرياضة وفي المحافل. مني صاحب الجلالة نصره الله حط يديه على هذا الموضوع هذا، صافي عرفنا بأن إن شاء الله جايبينا ما فيهاش تقرشيش وقادين عليها. وكأس إفريقيا غادي نبينوا شي حويجات، هو البروفا ديال هاد كأس العالم غنبينوا إن شاء الله علاش قادين، وغتكون بقى لنا 5 سنين أخرى غنبينوا عاوتاني شي حوايج أخرى. دابا حنا كنشوفوا غير قطر هي أوعر ما دازت عندنا في كأس العالم، وإن شاء الله هذاك هو الروبير ديالنا، غنحاولوا نديروا إن شاء الله بحالهم ولما لا أفضل، لما لا قادرين المغاربه واعرين. هو تلقينا هذا الخبر جانا جد صار، لان كنت انا متاكد ان المغرب قادر باش ينظم كاس العالم، وفي 2010 ماشي ثلاث الاونه اللي عرف المغرب نمو ديموغرافي كبير وتطورات كبيره بحكم الجامعه تبارك الله الملكيه لكره القدم على راسها السيد القجاع اللي اعطى الجهد الكثير واعطى واحد دفعه كبيره بالرياضه المغربيه في جميع المجالات، وهذا تنأكدوا عليه العالم اننا قادرين ننظموا كاس العالم بالمفرد ديالنا كبلد كدوله مغربيه على قائدها صاحب الجلاله الله ينصره. وهذا خبر مفرح للمغاربه كاملين وان شاء الله يكون خير. الفضل كله كيرجع لصاحب الجلاله الله ينصره الملك محمد السادس. راه حنا فرحانين بزاف 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 بهذه القضيه ديال المونديال ان شاء الله اللي غادي يتنظم في 2030. راه المغاربه كلشي راشق لهم على هذا الحساب هذا، والعجان هما كيموتوا. حنا الحمد لله هنايا في المغرب عطى الله الخير، الخير موجود. عاش الملك محمد السادس نصره الله، والفضل كله كيرجع له هو، لانه بهذا الفضل ديال المونديال باش ولا في المغرب بفضل محمد السادس الله ينصره والله يشافيه والله يعاونه. صراحة بالنسبة لهذا الخبر المفرح أنا هي يستاهل المغرب أنه ينظم كأس العالم ديال 2030 بالمناوات اللي كانوا داروهم في الكوب دو موند اللي فات إن شاء الله. بالنسبة أنهم دخلوا مربع ذهبي راه يستاهلوا. وحدنا غادي ننظموا كأس إفريقيا إن شاء الله، راه نكونوا قادرين أننا ننظموا كوب دو موند 2030 مع الأشقاء ديالنا إسبانيا والبرتغال. الخبر هذا يعني أحسن خبر سمعته في هذه السنة هذه، حيث اننا غادي نظموا كاس العالم اللي كانت محتكرينها غير الدول العظمى اوروبا وامريكا اللاتينيه، وحنا دابا نظمناها صافي دير بان درنا واحد الجهد كبير وتقدمنا، وداك الشيء بفضل البلانيفيكاسيون والتخطيط ديال السلطات المعنيه منهم على راسهم جلاله الملك اللي هو راعي كاع الكره بصفه عامه، الرياضات بصفه عامه والكره بصفه خاصه. وهذا ان دل على شيء كيدل على حسن النية والعمل والجهد المتكاتف بدون تراخي.